عميد المشروع بناء على انه هذا الطريق هو الطريق الاساسي اللي بيوصل مدينه قبيسين بكامل القرى والارياف التابعه لمدينه قبيسين، وبيخدم بشكل مباشر حوالي 70,000 نسمه، وبشكل غير مباشر يعتبر طريق حاليا للشحن بين مدينه الباب وجرابلس بشكل اوسع من طريق الباب والراعي، وكما انه طريق شحن للمنطقه الشرقيه باكملها.